وللمزيد ينضم إلينا من بكين الأستاذ نادر رونغ هوان، الكاتب والباحث السياسي. سيد نادر، في البداية يعني أرحب بك على شاشة القاهرة الإخبارية، وأريد أن أسألك، هل الصين دخلت على الخط مؤخرا؟ هل هي مفتاح جديد لحل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية؟ أهلا ومرحبا بكم. أولا الصين ظلت تبذل جهودها الدبلوماسية للجهود الوساطة من أجل إيجاد حل شامل ومستدام ودائم للقضية الفلسطينية، فأكدت الصين مرارا وتكرارا أنه لابد من الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء المفاوضات وكذلك حل الخلافات عبر التفاوض والحوار. فهذه الصين كذلك بذل أقصى جهودها من أجل الورث أوسع يعني التوافقات للمجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار. وكذلك رأينا كل هذه الضربات وكذلك التسعير هو نتيجة يعني توسع دائرة الحرب في غزة. فالمهمة المليحة حاليا هو وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الاستقرار والتحرير والسلام في منطقة الشرق الأوسط. إلى أي مدى ربما يستطيع التدخل الصيني أن يضغط على طهران ويؤثر على قرارات التي تتخذها إيران وخفض التصعيد في المنطقة في الفترة القادمة؟ يمكن أن نرى يعني هناك أمس هناك يعني اتصال حديثي بين الوزيران الصيني والإيراني وكذلك وزيران خارجية الصيني وإيراني ووزيران خارجية الصيني والسعودي. فكل الأطراف اتفق على يعني عدم التجنب من المزيد من التوتر والتصعيد في للوضع في المنطقة. فالصين كذلك أكدت على أنها تثق بإيران بأنها قادرة على يعني التعامل بالوضع والتجنب من المزيد من التصعيد. وقد كذلك أكد الجانب الإيراني للصين أنها يعني لا تستهدف إلى أي الطرف الثالث وكذلك لا تستهدف إلى دول الجوار وكذلك تستعد للالتزام في مواصلة السياسات حسن الجوار مع دول المجاورة ويعني تجنب من التصعيد. برأيك يعني هل الضغط متوازيا على طهران وتل أفيف في نفس الوقت؟ يعني ربما الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لعدم تأجيج الصراع، وفي نفس الوقت الصين تحاول مع إيران عدم تأجيج الصراع هي الأخرى. هل ينجح هذا الضغط المتوازي أم أنه غير متوازي في ظل تصريحات الولايات المتحدة بأنها ستقف دوما إلى جانب أمن إسرائيل؟ نعم، يمكن أن نرى يعني هناك الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل، وهذا يعني هذا التدخل ليس غير عادل في المنطقة، وهذا أيضا سبب رئيسي لعدم استقرار في هذا المنطقة. فالصين كذلك دعا الدول ذات التأثير في المنطقة وخاصة الولايات المتحدة لاتخاذ موقف حيادي وكذلك موقف عادل تجاه القضية الشرق الأوسط، وذلك يمكن أن يدفع يعني القضية إلى الحل الشامل ومتوازن لهذه القضية. سؤالي الأخير في هذه النقطة ثم أنتقل معك إلى نقطة أخرى، ما الأدوات التي يمكن أن تمتلكها الصين للضغط بشكل حقيقي على إيران؟ أولا يعني أعتقد لا يوجد أي دولة حاليا تريد التصعيد والحرب، لأن الحرب في الشرق الأوسط يعني لا يسوق لصالح أي بلد. فيمكن أن نرى كذلك إيران أكدت أن هذه الضربات إيرانية على إسرائيل هو فقط من أجل الدفاع عن كرامتها وكذلك الدفاع عن نفسها، وردا على الهجوم إسرائيل على
لسفاراتها في دمشق وقد انتهى يعني الأمر. فأعتقد ليس هناك يعني لا يوجد هناك مزيد من الهجمات إذا لم تقوم إسرائيل بالهجوم على إيران. فلذلك يعني الصين يعني لها سياسة ولها دعوات يعني لوقف إطلاق النار وللتحلية، وكذلك لها الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران ومن كافة النواحي. فأعتقد يعني بدعوات الصين يعني ستكون هناك التحلية إذا لم تتعرض إيران مرة أخرى لأي الهجوم غير رعد. نعم سيد نادر، أنتقل معك إلى نقطة أخرى وهي ليست بعيدة. هل التقارب الألماني من الصين يخدم فكرة التعددية القطبية بتعاون أوروبي صيني أمام الولايات المتحدة، خاصة أتحدث عن التأثير في الموضوعات الجيوسياسية الراهنة؟ نعم، الصين أكدت مرارا وتكرارا أن أنها يعني العلاقات الصينية الأوروبية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وتعاون ومنفعة متبادل وفوز مشتركة ورغم وجود الخلافات. فيمكن إيجاد المزيد من النقاط المشتركة يعني رغم وجود الخلافات. فهذه الشراكة والتقارب أيضا يدفع النظام الدولي أن يتطور نحو تعددية الأقطاب، وهذا كذلك يساهم في الإزدهار الاقتصادي العالمي وكذلك السلام والتنمية في العالم. فرنسا وكندا وبريطانيا اتفقوا جميعا على أهمية خفض التصعيد وضبط النفس، كيف قرأت تلك الاتفاقات متعددة الأطراف على مستقبل الأحداث في الفترة القادمة، ربما الأسابيع فقط القادمة؟ أعتقد يعني جميع الدول يجب كذلك يعني تدعم التحديات ولا يجب المزيد من التصعيد في هذه المنطقة وهذا العالم. كذلك العالم لا يتحمل أي حرب العالمية الثالثة أو أي حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط. فعلى جميع الدول التحمل المسؤولية وكذلك بذل جهود مشتركة من أجل استعادة السلام والتجنب من التصعيد. نعم أستاذ نادر رونغ هوان الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من بكين، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.